شغاله الشعارات الدينيه، لان هو اصلا ما عندوش اجنده سياسيه ماشي بيها. هما بيلعبوا بالدين، ده حرام. مش عاجبني طبعا، عشان خاطر انا ما بحبش الدين يدخل في اي حاجه ليها علاقه بالسياسه، يعني الدين حاجه والسياسه حاجه تانيه. اعتقد شعارات الدين لما تخش في السياسه اعتقد ضرر للدين وللسياسه. تعبنا بقى الناس كلها مساقه ولا الشعارات الدينيه والكلام ده كله. يعني الدين الاسلامي ده ديننا، مش عايزين حد يكرهه، مش عايزين يتشوه بيه بالموقف ده. ده اسمه استغلال الدين مش اكتر. يعني المفروض ان الواحد يمشي على اراء سياسيه، ما يستغلش بقى جزء مثلا ليه علاقه بالدين او ليه علاقه بطائفه معينه علشان يبقى في تحفيز لاي حاجه. الدين مش وسيله ان هو يوصل بالمنصب اللي هو عايزه.